هل الصحابة رضوان الله عليهم أو النبي عليه الصلاة والسلام فعل لنفسه عيد ميلاد كما يفعل بالصغار؟ پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم یاجی اصحابی وی سوا خو دوم گناخون یعنی مولید اخون کرنا نه کرنا لا لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لا پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام نبع اصحابی سوا خو تشتاکی سنا کرنا ولا الصحابة نا صحابي پیغمبر ولا التابعين نا تابعين ولا اتباع التابعين نا اولین بای تابعين رهاتو فعل هذا الدولة الفاطمية أما إيشا دولة فاطمية دولة شيعة حتى يضل أهل الإسلام سبب أو نسب دين الإسلامات الرئة رفضة والله لا يمكن أن نصنع بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يرتضي سوياجي أم نكر أن تستكي بخبر ما فاضي من أماكن أم بكر.